يوم تأميم الصحافة في عام 61 جلس رؤساء تحرير الصحف المصرية صامتين وكأنهم في حالة عزاء. أما المتوفية فكان حرية الصحافة. دخل عبد الناصر عليهم مهموما غاضبا بعد انفصال سوريا عن الوحدة مع مصر، وراح يتحدث عن الأسباب التي دعته إلى تأميم الصحافة. الأهرام عاش على إعلانات المليونير أبو رجيلة حتى أصبحت الصحيفة رهينة لشركاته. آخر ساعة تعيش على صور المايوهات وحفلات السهر وفاتنات النوادي. وروز اليوسف تنشر كاريكاتيرات تحرض على الخيانة الزوجية. أما مجلة الجيل التي كان يحررها أنيس منصور فتدعو إلى إباحة الدعارة لتكسب الدولة من الضرائب المفروضة عليها. ووصل الخبر أنيس منصور فقال لهيكل: هو أنا ناقص الرئيس يكرهني؟ هو أصلا مش طايقني. والحقيقة لم تكن علاقة بين أنيس منصور وعبد الناصر علاقة طيبة، وتأكد ذلك الكتاب الذي نشره أنيس منصور بعد رحيل عبد الناصر، وكان عنوانه عبد الناصر المفترى عليه والمفتري علينا. الرئيس صلاح عبد الناصر ما كانش يعني علاقته كويسه بيه، كانش يعني، لكن ما كانش لا يشتم ولا حاجه ولا يقول اي حاجه، خد بالك، بالعكس كان علاقته كويسه بهدى عبد الناصر وعلاقته كويسه بجوزها، وقابلتهم معاه وكان بيسلم عليهم كويس قوي كل حاجه. بس هقول لك حاجه حصلت، عمرو بيه موسى كان ابنه أو بنته اتجوزت ابن هدى عبد الناصر، أعتقد مش كده برضو؟ عمرو موسى ابنه أو بنته، يعني كان في نسب بينهم، فعزموه في الفرح. فكنا ماشيين أنا وأنيس بيه كده في مناسبة، فقابلنا عمرو بيه موسى فسلم عليه، وبعدين قال له: على فكرة يا عمرو أنا مش جاي الفرح، معلش بعتذر. ليه؟ قال له: أنت عارف فأنا مش هاجي. علاقته بجمال عبد الناصر، كنت انا شاب صغير او طفل يعني، انا طبعا جمال عبد الناصر مات بيولوجيا 28 سبتمبر 70، كنت انا متخرج من الجامعه في سنه 70، ما كانش عندي جيش، فتجندت اول ما توفى الرئيس عبد الناصر حرصا مني بان الراجل اللي كان مسؤول على البلد مات، فانا لازم كل شباب مصر يدخل الجيش علشان يزيل اثار العدوان. لكن الحقيقة الرئيس جمال عبد الناصر مات يوم 5 يونيو سنة 1967، فكان بناؤه للقوات المسلحة المصرية واستنزاف حياته الباقي من حياته في حرب الاستنزاف العظيمة اللي من 67 لحد 70، ده حكمي على مرحلة جمال عبد الناصر. مرحلة جمال عبد الناصر بالكتاب وبالصحافة وكده كانت مختصرة على شخصية واحدة، هو المرحوم محمد حسن الهيكل. وطبعا كان مصطفى أمين في البداية وإحسان عبد القدوس الله يرحمهم في بداية الثورة، لكن دخل إحسان عبد القدوس السجن، لكن أنيس منصور طرده من الصحافة، يعني الأجهزة بتاعت جمال عبد الناصر أو هو شخصيا طرد من الصحافة. هو على فكرة اطرد من الصحافة أو راح شيكوريل عشان يشتغل موظف في شيكوريل على نكتة كتبها أنيس منصور، بيقول بأن في واحد كل يوم يروح عند الراجل بتاع الجرايد